السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخو آخر. صوت واضح للجميع. صوت واضح. صوت واضح. صوت واضح. صوت واضح. صوت واضح. خلينا نخفض الصوت شوي. صوت واضح الآن. صوت طيب جميل. صوت واضح الآن. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معنا جميعا في هذا اللقاء من لقاءات مقربكم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم صل وسلم عليه. كنا نحن وإياكم فيما مضى نتحدث عن أمثلة لغزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري توقفنا عند ماذا يا إخوة ويا أخوات؟ من كان حاضرا معنا شوف ما شاء الله أسماء جديدة. نشوف أخوي عبد العزيز الزهران يبدو أول مرة تحضر. نشوف بعد من نور التمران كأني أول مرة أشوفها. ومن أيضا صار السعداني ما ادري والله كانه اول مره اشوفك او معنى حضرتي معنى يا صار. طيب حياك الله يا نور. اسف حياك الله يا نور. طيب اول مره تعرف طريقه الحضور حياك الله. توقفنا عند سيد العابدين فتح مكة في السنة الثامنة، ونبدأ إن شاء الله اليوم اللي هو في غزوة حنين. تمام. جاءت الأخبار إلى أهل الطائف بانتصار المسلمين على قريش في مكة وفتح مكة، فتوقعوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويزورهم. فاستعدوا لمواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعادوا جيشا وبدأ ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم باستعداد على الطائف المحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرجوا على رأس جيش قوامه قوامة 12 وتوجهوا إلى الطائف. ولما كانوا في الوديان وادي يقال له وادي خبيل،
تفاجئوا بجيش أهل الطائف يهاجمهم بغتة. تختار لنا وين تشرح يا دكتور؟ كيف وين تشرح؟ وتقصدين كتاب مبكر؟ لا أشرح لنا يعني دي امتياز، انا ما عدت على كتاب ولا مبكر، اي قسم. مثل ما نتحدث عن ما بعد فتح مكة، ما بعد فتح مكة اللي وصلت حنين يا علاء، هو الأولى. اتخذ المسلمون بأهل الطائف يفاجئونهم بالهجوم، فاختلنا جيش المسلمين، حتى يقال في الرواية أنه 12,000 مقاتل لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 100، لم يبقى إلا 100، بل وقيل في بعض الروايات لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 مقاتل إلا 10 أشخاص، إلا 10 أشخاص. وهذا يدل على المفاجأة التي تفاجأ به هذا الجيش. طبعا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت الجيش، فنادى عمه العباس بن عبد المطلب وكان صوته جوريا، وطلب منه المنازل في الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نادي على شكل قبائل، يعني نادي القبيلة الفلانية والقبيلة الثانية، قبيلة كذا يا قبيلة كذا، وحثهم على الوجود. طيب ليش إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يناديهم على شكل قبائل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفر كثيرا من القبائل والعصبية والقدمية ولا يحبونها، لكن ليش كان استخدمها؟ سؤال مطروح لكم. الصوت واضح يا اخويا اخوات؟ واضح السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا ينادي الجيش للثبات ويحثهم على الثبات، بدا ينادوا على شكل قبائل، قبائل تعالوا يا قبيله كذا يا قبيله كذا. وعلى غير عاده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عما يكون عن العصبية القدمية والدعوة إلى القدمية، لكن في هذا الأمر بدأ ينادي على شكل قبائل ليلينا أو ليلينا قلوبهم يا ماجد، يريد النصرة منهم سارة، لعظم الأمر يا منان. أحسنت يا فاطمة، يا سلام عليك. فعلا بقوة كثير القبيلة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل مكانة القبيلة بين الناس، وبدأ يناديهم على شكل قبائل، هم اللي يصير عندهم الحمية العصبية، ويصير فيهم أيضا الحماس، لأن كأنهم سوف يقعون في حرج إلى الله لم يسلم قبيلة فلان يا قبيلة كذا، ولا جانهم أحد، ما هو موقف القبائل منهم؟ سوف تنزل مكانك ولا يقبلوا منك حتى رجعوا كلها. وما جاء من حسن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم للجيش. نعم استغل العصبية القبلية في إثارة حماسي. أنت أيضا يا مال. ثم رجعوا بدأوا يحاربون هذا الطرف وانتصروا عليهم. طبعا غنموا في هذه وكانت ذلك السنة الثامنة، غنموا غنائم كثيرة. غنموا أموال ومواشي، وقابلنا لديهم أسرى من الرجال وسبايا من النساء والصبيان. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في تقدمه إلى أن وصل إلى نفس مدينة الطائف وحاصرها، لكنها امتنعت يعني ما فتحت. الصوت صوت الصوت واضح مع الإيمان. الصوت خام، الصوت واضح يا الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت واضح يا أخوان. طيب يبدأ عشان رفعت الصوت. طيب حوالي دامكم اتفقتم الصوت في مشكلة، إذا أنا عندي مشكلة
دقيقة. كيف الصوت يا أخوة يا أخوان؟ كيف الصوت؟ كيف الصوت؟ أي نعم، أقول استعفت الطائف حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يستخدم المنجنيق لفتح الطائف لكنها ما فتحت. صارت بعض الأحداث في غزوة حنين، منها اللي هو ذات أنواط. ما المقصود بذات أنواط؟ أحد سمع عنها؟ ذات أنواط، أحسنت يا حسان ما شاء الله عليك، أحسنت. وش فيها السدرة؟ يجتمع فيها القبائل. طيب أحسنتم، أختصرها عليكم. هذا جاء مجموعة من ممن أسلم، أحسنت يا سارك، شجرة يعظمها بعض العرب، يا سارة السعداني. اجتمع مجموعة من ممن أسلم حديثا، يعني ما تمكن الإيمان في قلوبهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا، يعني اجعل لنا مثل هذه الشجرة التي يعظمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلتم قولا عظيما، يعني بدأ ايش ينهارهم ويعاتبهم وغضب عليهم. طبعا لا يلامون، ما لم يتمكن الإسلام في قلوبي. باختصار كانت نتيجة غزوة حنين انتصار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وزعت الغنائم، وكما ذكرت لكم كانت غنائم كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل الواحد 100 و200 من الغنائم، حتى صار الناس يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصلون على الغنائم. لكن يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صار يعطي بعض الأشخاص 200 300، وبعضهم 10، وبعضهم 20، وبعضهم يقلون، وبعضهم أكثر. لماذا؟ سؤال مطروح لكم. نعم، حتى يقرب قلوبهم أو يؤلف قلوبهم الإسلام، وكان يركز على زعماء القبائل. سبحان الله، وهذه من العجائب، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل من شارك في هذه الغزوة إلا الأنصار، ما أعطاهم شيء، ما أعطاهم أو لم يعطهم شيئا من الغنائم، فجاءت في قلوبهم الأنصار. حتى أنه يبدو أن سعد بن عبادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنك أعطيت الناس كذا إلا الأنصار ما أعطيتهم شيء، وإنها جاءت في نفوسهم، يعني جت في خاطرهم، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطانا شيء، وش فرقنا عن هؤلاء؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا غريبا، قال أنت يا سعد وش موقفك طيب أنت؟ قال والله ما أنا إلا من قومي. وش يقصد؟ في واحد غريبة ما شفناه اللي هو عبد الله اليوسف، أتوقع ما شفته، يبدو أنه صار له ظرفه وكذا، العادة كل لقاء يحضر معنا. هذا هو أمامي ما شاء الله، حياك الله يا أخوي عبد الله. أي نعم، ليش قال أي نعم؟ هذا يعني ماذا؟ أي نعم، أحسنت يا عبد الله، عبد العزيز الزهراني، يعني أنه هو مثلهم، هو أيضا جاء في نفسه شيء من عدم أو من حرمان من الغنائم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختص الأنصار بموقف عظيم، فقال يا سعد اجمع لي قومك ولا يحضر معهم أحد إلا أنتم. فبدأ سعد يجمع قومه من الأنصار في مكان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صارحهم، قال يعني أعطيكم إياها بصورة بسيطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم في نفوسكم، يعني جاء في خاطركم إني وزعت شيئا بسيط على هؤلاء الذين شاركوا معنا في الغزو واستثنيتكم أنتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وكلتكم إلى إيمانكم. ثم دعا لهم، قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال أيضا والله لو سالك الأنصار شعبا لسلكت
هذا الشعب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني باختصار النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الأنصار وأعطى غيرهم حتى يؤلف غيرهم إلى الإسلام، يعني يرغبهم في الثبات على الإسلام. أما الأنصار فقد النبي صلى الله عليه وسلم عرف قوة إيمانهم، تمام، لذلك لم يعطهم شيء، لكن مع ذلك أحسنت يا ماجد رفع معنوياتهم بأن خصهم بهذا الكلام وهذا الدعاء. أحسنت يا فاطمة، مثل ما قالت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضمن ثباتهم على الإيمان. طيب نأتي الآن إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة عقد معاهدة مع اليهود وكتب بذلك كتابا تعرف بصحيفة المدينة، هذا الدعاء لأبنائهم وأحفادهم، يبدو أنه أعم يا حسان لأبنائهم وأبنائه، أعم من ذلك يعني الأنصار بشكل عام، وهذا أيضا من باب رفع المعنويات لهم، يعني أنتم وذريتكم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا ألا ترجون أن يذهب الناس بالمال وترجعون برسول الله. أحسنت يا سارة، لا أطيل في هذا، يعني فيه قصة جميلة وطويلة تتعلق بموقف النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار حينما وجدوا في أنفسهم من حرمانهم من الغنائم. اليهود موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنهم عقدوا النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة إلا أنهم نقضوها، نقضوا وبدأوا يؤذون المسلمين. كان أول من نقض المعاهدة من اليهود المدينة، أحسنت يا قمر، يا إيش؟ قمر، نعم أحسنت يا قمر، أحسنت يا قمر، بني قينقاع. بني قينقاع هو أول من نقضوا المعاهدة، بدأوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربه، فجاء وحاصرهم في السنة الثانية إلى أن استسلموا، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني طردهم من المدينة. ثم جاء بعدهم بني النضير، يهود بني النضير، ولماذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال لكم. لماذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم يهود وبني النضير؟ نقضوا العهد، اي نعم احسنت يا قمر، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق السم. لا يا عبد الله، ايوه يا قمر احسنت يا قمر، ما شاء الله عليك، عن طريق القاء. ما في صوت؟ ما في صوت يا اخوان، يا اخوات، يا اخوه، يا اخوات، ما في صوت؟ طيب جميل، إذا عندك مشكلة. يا من اللي قال هذا؟ أختنا الشهراني هذه قالت ما في صوت، يبدو المشكلة من عندها. حاولوا إلقاء الصخرة عليه، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم المساعدة، فحاولوا إلقاء الصخرة لكن النبي الله عز وجل حمى نبيه من شرهم، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربهم، فجاء وحاصرهم إلى أن استسلموا وطردهم من المدينة. ثم جاء بعدهم اللي هو يهود بني قريظة، وهؤلاء شاركوا في الأحزاب، شاركوا في الأحزاب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب الأحزاب رجع إلى بيته وخلع. أخوي عبد الله أنا أول مرة أشوفك، عبد الله النفيسة، أول مرة تحضر؟ أخوي عبد الله أول مرة أشوفك، في عندنا الوحيد اللي بيننا عبد الله اليوسف، حياك الله يا عبد الله. طيب أحسنت يا عبد الله، ألقى حاول إلقاء الصخرة وهو جالس بينهم، صحيح أحسنت. يهود بني قريظة، إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب ذهب إلى بيته وخلع السلاح، فجاءه جبريل هكذا فجأة، فقال يا محمد أوضعت السلاح؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال إن الله يأمرك أن تخرج إلى يهود بني قريظة، يعني الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحارب يهود بني قريظة، ويفهم من كلام جبريل الاستعجاب لما جاءه هكذا
ما أمهله يوم ولا يومين حتى يرتاحون يداوون الجرحى، لا لا، يفهم من كلامه الاستعجال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وقال، وش قال يا أخوة يا أخوات؟ حد يعرف؟ اي احسنت يا قمر، ما شاء الله عليك مبدع اليوم يا قمر، مميزة. من كان منكم سامعا مطيعا، احسنت يا حسان ايضا وصفية، فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. يبدو ان هذا الكلام كان ما بين الظهر وما بين العصر، كلام مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه ما بين الظهر والعصر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام حتى يحثهم على الاستعجال، حتى يفاجئ يهود بني قريظة ولا يستعدون. فبدأ الناس يخرجون كان استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصروا يهود بني قريظة واستسلموا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد بن معاذ، يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا طلبا من الأوس، طلبوا أن يحكم طلبوا أن يحكمهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود بني قريظة، لأنهم كانوا خلفاء لهم في الجاهلية. اختار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، حكم فيهم سعد ابن معاذ، وهو الذي اهتز لعرشه، أو عفوا وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن، طبعا إكراما له رضي الله عنه. أنت الآن إلى غزوة خيبر، خيبر شمال المدينة. تمام. وكان اليهود حينما يخرجون أو حينما يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يذهبون إلى خيبر شمال المدينة ويتحصنون فيها، وكانت عبارة عن قلاع، كانت عبارة عن قلاع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح هذا القلاع قلعة بعد قلعة. طبعا تسمى إيش؟ ما تسمى قلعة، ولا أدري هل تعرفونها ولا، يسمى ماذا القلاع هذه؟ هل تعرفونها؟ حصون؟ لا، هي صح حصون، لكن لها اسم آخر تستخدم في السيرة والتاريخ، اكتبه لكم. لا لا، الكهف تجويف داخل الجبل، اكتبه لكم، ما أتوقع أنكم تعرفونها. الحصون هذه والقلاع كانت تسمى، اكتبها لكم، آطام أو مفرد قطم. إذا قرأتم في السيرة النبوية أو في التاريخ آطام يعني أو أطم يعني حصون وحصن. جميل. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الآطام أو هذه الحصون حتى تمكن من خيبر. وفي هذه الغزوة اللي هو غزوة خيبر في السنة السابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويقصد بذلك ليس جعفر. جعفر ما كان موجود هنا، وين كان موجود؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي قال جعفر أخونا حسان، وين كان موجود؟ ليس يا فاطمة الحمد أبو بكر، لا، جعفر بن أبي طالب عليكم السلام، حياك الله يا فادية. يبدو لي أنت يا فادية أول مرة أيضا تحضرين، اسمك غريب علي. جعفر بن أبي طالب وين كان فيه؟ جعفر بن أبي طالب في هذه الفترة، لا ليس خيبر يا ماجد، الحبشة يا قمر، ما شاء الله عليك، ما زلت مبدع يا قمر، ما شاء الله، أحسنت بارك الله فيك. نعم، كان في الحبشة مع المهاجرين. الآن أقول لك يا عبد الله، الآن أقول لك، كانوا مع المهاجرين في الحبشة للهجرة الثانية. لما انتهت اللي وهذه الغزوة غزوة خيبر، رجع جعفر وأصحابه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فرح، ومن شدة فرحه قال: والله لا أدري بما أفرح، أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأصحابه. وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة. أي نعم، أحسنت يا سارة، ما شاء الله عليك. وفي هذه السنة قدم أبو هريرة الدوسي مسلما. وأحسنت أيضا يا سارة، أبو موسى الأشعري، أحسنت بارك الله فيك. طبعا لهم قصة اللي أبو موسى وذولي جاءتهم بالسفينة وألقتهم طيب، لكن في هذه السنة جاء أبو هريرة وأبو موسى الأشعري مسلمين، وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان اللي هو خيمة.
أحسنت يا سارة. موقف النبي صلى الله عليه وسلم من يهود خيبر، أو يهودي بني خيبر، أبقاهم في خيبر مقابل أن يدفعوا نصف ثمارها. طبعا في هذه الخيبر، وفي نعم بعد غزوة خيبر، حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة تأثر منها، بل أنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب وفاته هذه الحادثة، ألا وهو ليس السحر يا سارة، ألا وهو أي نعم الشاة المسمومة. جاءت زينب بنت الحارث وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة طعام يعني، ووضعت فيه سم، حتى أنه يقال أنه بحثت عن أشد سم معروف في ذلك الوقت، فحشرت هذا السم في هذا الطعام وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أحد الصحابة. والله أنا ما أدري، لا يحضرني اسم هذا الصحابي، لكن يبدو أنه بشر بن البراء أو البراء بهذا الاسم. أي نعم يا قمر أحسنتي. طبعا بحثت، بحثت عن أشد، كما ذكرت لكم، بحثت عن أشد سم كان معروفا في ذلك الوقت، فوضعته في هذا الطعام وقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بشر بن البراء، نعم بشر بن البراء هو اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يمضغ الأكل توقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كمل، وطلع الطعام من فيه بس فقط مضغة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الطعام، أي لفظه يعني أخرجه، إن هذا الطعام أو إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. فتكلم بشر بن البراء رضي الله عنه، قال والله يا رسول الله، كما جاء في الرواية وفي بعض الروايات، إني أكلت وحسيت في شيء، يعني الطعام مثل ما نقول والله الطعام فيه متغير أو طعمه ما عجبه وكذا، يقول لكني استحيت. هذا كلام بشر بن البراء، يقول لكنني استحيت أن ألفظه أو أخرجه أمامه، يعني خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقرف منه، فابتلعه اللي هو بشر بن البراء. كما جاء في الرواية أن وجهه اصفر اللي هو بشر بن البراء، أي نعم وجهه اصفر يا ماجدة، وما لبث يعني ما طول إلا هو مات في مكانه من قوة السم، مات في مكانه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة بدأت تجيه اللي هو بسبب هذا السم، اللي هو بدأت تجيه أعراض الحمى، كما جاء في رواية أنه بدأ ظهره من جهة ظهره ومن الخلف وما يعرف بعرق الإبهر، بدأ يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، يتألم من جهة ظهره بسبب هذا السم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا كان يقول ما زلت أجد الأكلة أو من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي منها، وهذا من الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم هذه في رواية قمر، طبعا في خلاف بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم مات مسموما يعني مقتولا أو شهيدا؟ نقول الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، يعني سبب من أسباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته اللي هو السم، وتكالب بعد عليه أشياء أخرى غير السم، حمى وما حمى، بالذات الحمى اللي كانت تؤثر فيه إلى أن مات، وهذا سوف يمر معنا إن شاء الله. طيب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وكان ذلك بعد صلح الحديبية. لما رجع مع صلح الحديبية جاءه واحد اسمه لبيد بن الأعصم. طبعا قصة غريبة وما ودي والله أطيل فيها، لو أطلت فيها ربما لن أنتهي، يعني معقولة نبي ومسحور؟ بعدين كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون أن السحر لا يتم أو لا يعقد إلا بأثر من الشخص، إذا أخذ أثر. طيب كيف إنه وين الأخ؟ كيف هذا اليهودي أخذ أثرا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال مطروح لكم، وش المشط يا زينب؟ ومشاطة، وش المشط والمشاطة؟ أي نعم أحسنت يا حسان، أخذ شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، شعرات اللي تساقط من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يمشط الشخص شعره، وخاصة إذا كان كثيرا
ولا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيرا، حين يصل إلى أذنيه، أحيانا يصل إلى كتفيه، يبدأ يمشط يتساقط الشعر. فقال إنه في رواية لكن أتجاوز كيف أخذ الشعر أو كذا، لكنه عقد السحر عن طريق شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، وضع في عرف ديك أو رأس ديك، وضعها في طلح نخل ورماها في إحدى الأعضاء كما جاءت في ذلك الرواية. ثم وقد السحر أو انعقد السحر على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحر عن طريق ما يسمى سحر التخيل، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوهم أشياء تحدث وهي لا تقع. تمام؟ ما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في جسده أو في صحته أو في عقله، فقط أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التخيل، صار يتخيل أشياء، يتوهم أشياء، تمام؟ أنها تقع وهي لا تقع. إلى أن طبعا رأى في منامه رؤيا، جاءه جبريل وأخبره بالذي فيه وأصابه، مثل ما قالت سنة أرسل علي وعدد من الصحابة فاستخرجوه من إحدى الأعضاء. طيب، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصارى، طبعا كانت العلاقة بين النصارى غالبيتها معارك، يعني من المعارك التي وقعت بين المسلمين والنصارى معركة مؤتة، وهي التي قادها سيد بن الحارث وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار، لأنه كان يمسك الراية وتقطع يديه اليمنى واليسرى ثم بعضا، إلى أن قتل جعفر بن أبي طالب الطيار، لأن أخذها خالد بن الوليد وانسحب، وهنا لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. وذات السلاسل أيضا من المعارك ذات السلاسل، سنة الثامنة قاد عمرو بن العاص، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الشام وكان صغيرا، حتى ينتقم لما جرى للمسلمين في مؤتة. من علاقات النبي صلى الله عليه وسلم بالنصارى اللي ما يسمى المناظرات، جاء وفد من نصارى نجران، وعلى فكرة هذا وفد نصارى نجران قامت عليه العديد من الدراسات في الحوار، في العلاقة بين المسلمين والنصارى، في المناظرات، كل هذه موضع دراسة، وهي فعلا من الأحداث المهمة التي جرت في السيرة النبوية، اللي هو وفد نصارى نجران جاءوا من النجران ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وصار بينهم كلام طويل، إلا أن وصلت كما لا يخفى عليكم وصلوا إلى الملاعنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء النصارى. ليش وصلوا إلى الملاعنة؟ يسمى إيش؟ حد يعرف ماذا يسمى؟ أي أحسنت يا منال ما شاء الله عليك، يسمى المباهلة، وهي اللي تعني الملاعنة، يعني كل واحد يلعن نفسه إذا كان كاذبا. طبعا هذه لها أحكام في الفقه، الملاعنة وكذا، خاصة بين الرجل وزوجته. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يراسل الحكام يدعوهم إلى الإسلام، من نماذج من راسلهم ودعاهم إلى الإسلام حاكم مصر الملقب بالمقوقس، وملك الحبشة النجاشي، وملك فسر عفوا ملك فارس الملقب بكسرى، وملك الروم الملقب بقيصر. طبعا أغلبهم لم يرد على النبي أو لم يسلم. طبعا ملك الحبشة الملقب بالنجاشي، هذا نجاشي آخر، ليس النجاشي اللي استقبل المهاجرين، هذا كسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. أغلبهم لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسلم، بل كلهم لم يسلموا إلا باستثناء بعض الزعماء الجزيرة العربية أسلموا، أما الملوك هؤلاء ولا باطرة لم يسلموا. أما حاكم مصر فلم يسلم، لكنه أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الهدايا، وكانت من هداياه، حد يعرف؟ جارية يا ندى أحسنتي، واسمها ما هي قمر؟ ماريا أو مارية، ماريا القبطية، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنها جارية، ما نقول زوجة، جارية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول زوجة، وإذا قلنا جارية وليست زوجة يعني أنها ليست من أمهات إيش؟ هاي أخوة يا أخوات، ليست من أمهات المؤمنين. إيه نعم أحسنت. طيب
أما الروم أيضا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلم يعني، باستثناء ملك فارس هو الذي وش الفرق هذا مثل الفرق بين الحرة والأمة أو الرقيقة أو العبد، هذا هو الفرق يعني. هذه لها أحكام يا ماجد في فقه أحكام الأمة أو الجارية، لا أطيل فيها ما معنى وقت، ارجع إلى كتب الفقه أحكام الأمة والجارية لها أحكام. مزق الكتاب يا فارس. لا ليس أمهات المؤمنين ثمانية، فاطمة الحمزة أمهات المؤمنين الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تسعة. أي نعم يا حسان أحسنت، لكن ماريا ليست من أمهات المؤمنين، تسعة وعددهم ما بين 11 و12، هذا اللي تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسعة، بيمرون الآن معنا. فدعا علي أحسنت يا قمر أن يمزق الله ملكه، وقال عبد حقير يا سارة السعداني أحسنت من رعيتي يقدم اسمه على اسمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة وقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، قال كيف؟ المفروض يقول إلى كسرى عظيم الفرس من محمد، يعني الكسرى، ومزق. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه فقتل، قال من الذي قتله؟ ابنه، ابن كسرى. تحدثنا عن نعم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين أو قريش واليهود والنصارى، نأتي الآن لعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، والنفاق ظهر بعد الهجرة، وكانوا يستغلون الفتن والأزمات لمواجهة المسلمين وإظهار عداءتهم. ومن الأزمات التي استغلوها ما جرى في غزوة المريسية، حينما اختلف رجل من المهاجرين والأنصار، فجاء عبد الله بن أبي يسألون، فقال والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني بيفتن ما بين الأنصار وما بين المهاجرين. وإذا استغلوا حادثة الإفك واتهام عائشة رضي الله عنها بفعل الفاحشة مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه، كان الذي أظهرها اللي هم المنافقين، لكن الله برأها من ذلك. قصة غريبة اللي هو حادثة الإفك السنة الخامسة من الهجرة، اقرأوا وابحثوا عنها. لأجيب مع أن الله عز وجل برأ عائشة في القرآن الكريم في سورة النور، إلا أن بعض الفرق والمذاهب ما زالوا يرون التهمة لاصقة بعائشة رضي الله عنها. في السنة التاسعة قدم الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليعلنون إسلامه أو يطلبون الصلح، وسبب كثرة قدومهم في السنة التاسعة هو ما رأوه من انهزام قريش في فتح مكة وارتفاع شأن المسلمين في المدينة، فقرروا أن يحفظوا سلامة أنفسهم، فجاءوا وتوافدوا وكثروا في السنة التاسعة حتى عرفت بسنة أو عام الوفود. والوفود كثيرا مثل قبائل وفد بني حنيفة وفد أبي قيس وغيرهم. طبعا وفود هؤلاء كان يدور بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوارات، من أعجب الوفود الذين وفدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة، حيث كان منهم مسيلمة ابن حبيب الحنفي الذي ادعى النبوة. من الأحداث التي جرت في نهاية عصر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حجة الوداع في السنة العاشرة، عرفت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع أصحابه ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، وتعرف بحجة البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغهم أحكام أو بلغهم أحكام دينه، وتعرف أيضا بحجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فيها أو في هذه الفترة، يعني لما نزل عليه الوحي والنبوة إلا هذه الحجة، لماذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة بعد نزول الوحي عليه؟ سؤال مطروح لكم. لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة اللي هو هذه حجة الوداع في السنة العاشرة؟ ليش ما حج في السنة الأولى من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة، ما قبل البعثة، بعد بدر، بعد الخندق، طيب في صلح الحديبية، طيب بعد فتح مكة لما فتحت مكة السنة الثامنة، ليش ما حج؟ تأخر حجه إلى السنة العاشرة قبل وفاته يمكن بأشهر، لأنه اكتمال مشغول بيش.
بالدعوة عشان يكتمل الإسلام إلى الله. طيب سنتي أنا ده نشر الإسلام حتى يعلم الناس الطريقة الصحيحة ماني. في أحد أجيب؟ طيب أنا أجيب. الركن الخامس تكملة وتتم يا فاطمة الحمد إيش؟ الركن الخامس تكملة وتتم، تتمة وتكملة لماذا؟ الإجابة باختصار يا أخواني أن كان في مكة وحول الحرم كثير من مظاهر الشرك، يعني الأصنام بقيت في مكة إلى السنة الثامنة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كسرها. طيب بعد السنة الثامنة ما الذي كان يجي؟ كان موجود المشركين يحجون، إلى أن جاء السنة التاسعة وطهرها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المشركين من دخول، عفوا من الحج، من الحج. فلما طهر الحرم المكي من مظاهر الشرك والمشركين جاء السنة العاشرة وحج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وش اللي يضر لو يحج النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في السنة السابعة وموجود الأصنام وكذا؟ حتى لا يتخذه الأعداء المسلمين ذريعة، يقولون شوفوا هذا نبيكم حج وطاف حول الكعبة وكان موجود فيها أصنام، إذا الأصنام ما في أي مشكلة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حولها. تمام، حتى لا يكون لأحد ذريعة. استوعبت ما أقوله يا أخوة يا أخوات؟ واضح؟ طيب بعد حجة الوداع لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أصابته الحمى والمرض. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه في القرآن مرة واحدة. لكن لما اقتربت وفاته صار يتكرر حضور جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويدارس القرآن، يعني يسمع له يقرأ يقرأ يجعله يقرأ عليه القرآن. مرض النبي صلى الله عليه وسلم ومرض في بيت عائشة وهي أم من أمهات المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأنصار في مرضه ويوصي بهم خيرا. هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مرضه الأخير أنه كان يوصي بهم خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل إيش؟ خليل، خليل ماذا؟ أحسنت يا صفية، خليل الرحمن. أي نعم. وكان أبو بكر الصديق يصلي بالناس لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الأحداث أو من الأحداث التي عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو رهن درعه، الدرع اللي هو يحميه من أي نعم يحميه من الأسلحة والسهام والنبال، أو رهنه عند أحد اليهود من أجل طعام أخذه منه. جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها خبرين. قال الأمر الأول قال أنا بموت في المرض هذا، ما أظن أن الله بعافين صاع من شعير حسن في آمان. حزنت فاطمة حتى يرفع من معنوياتها ويسليها، أخبرها بأنها سيدة نساء العالمين وأنه أنها أول من يلحق به من أهله، يعني أنا لما أموت يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد يموت مني من أهلي أو من أهلي هو أنت يا فاطمة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد في مرضه أو صلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ومات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. موقف الصحابة تأثروا كثيرا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر الصديق وقال أن بعد كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، السقيفة يعني مكان مسقوط، بني ساعدة قبيلة من قبائل الأنصار، حتى يختارون شخص يتولى عليهم الحكم. اختاروا سعد بن معاذ، عفوا سعد بن عبادة. سعد بن معاذ مات وين؟ في أي غزوة؟ أي غزو؟ توني أقولها لكم يا توني. لا ليس الأحزاب يا حسان ولا حنين، أفا توني قايلها لكم. العنود، بدر، لا
توني قايلها لكم يا قبل قليل ذكرتها لكم وقلت لكم اهتز عرش الرحمن لموته نسيتم يا اخوان. هي اعرف ان سعد معاه لكن مات وين يا علا؟ احسنت يا ماجد المسعر. اللي هو في غزوة يهود بني قريظة وهو الذي حكم فيهم يعني حكم فيهم بالقتل والسبي واخذ اموالهم. لا اله الا الله. اختاروا سعد بن معاذ الانصار لكن جاء ابو بكر وحثهم قال ان الناس لا يطيعونكم اختاروا احدا من المهاجرين اختاروا عمر او ابو عبيده لكن اختاروا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه اللي هو بيت عائشة رضي الله عنها. عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كتسعة الذي مات عنهم منهم خديجة ومنهم سودة بنت زمعة ومنهم عائشة ومنهم أم سلمة ومنهم حفصة بنت عمر وغيرهم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور اللي هم عبد القاسم وعبد الله وإبراهيم وبناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة كلهم من خديجة باستثناء إبراهيم من ماريا. من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أخلاقه صفته مشي كان مشيه سريع ليس بالبطيء وليس بالسريع يعني صفة مشي من يرى يعرف أنه كان نشيطا. كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه دحة صوت يهودي بني قريظة ما تسعد. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليه أحد الأمرين اختار أيسرهما. هذه من شمائل بعض من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وبهذا نختم منهجنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اختار مطروح لكم للأسئلة والاستفسارات من أراد ومن لم يستطع عندنا المنتدى مفتوح لكم في الأسئلة والاستفسارات. اللي بيطلع يطلع اللي عنده محاضرة أنتظر قليلا لأسئلتكم واستفساراتكم. الأسئلة والاختبار عندكم الأسئلة ضعها لكم في المنتدى ذاكروها يعني. ذاكروها المذكرة ما عندي مذكرة محددة عندكم مذكرة نبراس تميم أي مذكرة لكن يهمني الأسئلة يهمني الأسئلة أن تعرفوا إجاباتها. يا علا توفي في غزوة يهود بني قريظة وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن. أسئلة التميم لا ما عندي أسئلة التميم ولا شيء عندي أقصد المذكرة أو الملزمة ما أحدد أي مذكرة. يهمني الأسئلة التي أضعها لكم. يا العنود يبدو أنك أول مرة تحضرين التي أضعها لكم في المنتدى قريبة يا ماجد ما تعرفين أين الأسئلة. محرم دخول الكفار مكة يا ندى في السنة التاسعة السنة التاسعة نعم هنا في بعد قليل أنزل لكم إن شاء الله يا أمان. نعم ذاكروها يا علا أكيد ذاكروها تساعدكم في الاختبار إن شاء الله. حياك الله.